خليني أعطيك مثل. طيب. هلأ لما نروح على الانتخابات إن كان بالعراق أو بأمريكا أو بأي بلد، نعم. القانون يقول مثلا الساعة 8 تغلق صناديق الاقتراع، right؟ فيك تقول لهم أنت أنا ما راح أصوت اليوم، راح أصوت بكرة غدا، ما فيك تقول لهم، لأنه ما فيك تغير قانون الانتخاب. الساعة 8 تغلق الصناديق. كنا نروح بالزمانات نصوت قبل هالمرة، نصوت في مكانات موجودة هناك، بتسجل اسم الشخص اللي بتصوت له، وبعدين تكبس على زر الأخضر يلي يجمع الأصوات. بس تصير الساعة 8 تغلق هذه الصناديق وتعلم من هو الفائز. هذه السنة سنة استثنائية بالنظر إلى كورونا فيروس. 150 مليون رسالة ظرف انتخابي وزعت للشعب الأمريكي. أنا أعرف ناس استلموا 12 بطاقة انتخابية، 12 بطاقة انتخابية. أنا أعرف شخص مرته توفت من 13 سنة إلى الآن يستلم بطاقة انتخابية. هالأشخاص ممكن يكونوا صوتوا. فإذا وجود المحاكم مهم جدا، لأننا لا نريد أن يحصل مثل هذا الشيء في المستقبل. عندما تغلق صناديق الاقتراع معناتها خلاص يلي صوت بهداك الوقت صوته مشي، ولكن هل يمكن القبول بشخص يقول لك أنا راح أصوت طيب يوم الأربعاء أو الخميس؟ هذا ما حصل. هناك أصوات مئات الآلاف وقد يكون ملايين من الأصوات التي حسبت على حساب بايدن وجاءت بعد 3 نوفمبر. طيب. المحاكم هي التي ستقرر فيما إذا كانت هذه الأصوات تقبل أو ترفض. إذا قبلت بهذه الأصوات عندئذ بايدن سوف يكون الفائز.